أصبح من المعروف أن المشروب الغازي بيبسي على رأس قائمة المنتجات المقاطعة أو المقاطعة المقاطعة بسبب دعم الشركة المنتجة له بيبسي يوكو للاحتلال ومساهمتها المباشرة في اقتصاد الكيان. وغضب الأحرار العرب هذه الأيام يطال كل من يشتري منتجات الشركة، فما بالكم بمن يروج لها؟ قبل أيام شركة بيبسي مصر نشرت في يوتيوب إعلاناً ترويجياً ظهر فيه عدد من النجوم العرب الكبار مثل المغني عمرو دياب ولاعب كرة القدم محمد صلاح والممثل أحمد السقا وغيرهم من النجوم، لتشتعل في إثر الإعلان عاصفة من الانتقادات لهؤلاء لعدم التزامهم بالمقاطعة في ظل المذابح التي تحدث في غزة. نشاهد جزءا من الإعلان المثير للسخط. نور المكان خلى كله جديد في جديد، الله الله على الجمال، الله الله على الدلال، طلته تخطف عينيك هي نظرة وقلب. إذا مشاهدينا، كان من اللافت أن بيبسي مصر أغلقت خاصية التعليق على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المتابعون أو المتابعين للقول أن الشركة تخاف من ردة فعلهم وتعرف حجم غضبهم منها ومن النجوم الذين ظهروا معها. لكن بعض محبي هؤلاء النجوم حاولوا التبرير بأن هذا الإعلان يبدو كما لو أنه تم تجميعه من مقاطع إعلانية تم تصويرها سابقا أو على الأقل تصوير بعضها، وتحديدا مشهد محمد صلاح الذي سبق أن ظهرت لقطات منه عام 2021. إلا أن المتابعين لم يقتنعوا، فلديهم مغني الراب المصري الشاب ويجز الذي رفض المشاركة في الإعلان الجديد بسبب دعم الشركة للاحتلال، وقالوا أن فنانين كبار مثل عمرو دياب ونوال الزغبي وأحمد السقا كان بإمكانهم أيضا رفض الظهور في الإعلان أو منع استخدام مقاطعهم السابقة ولو اضطروا لدفع شروط جزائية للشركة بدلا من الظهور في مظهر المساند للإبادة في غزة. هنا نعرض لكم عددا من تفاعلات رواد منصات التواصل الاجتماعي على هذا الإعلان. آلاء الحسن علقت على منصة إكس قائلة: لازم نبطل نصدم في الناس وننزل الناس منازلهم، الموضوع صعب لأن الإنسان أسير العادة وأسير أنه يعلي من قيمة أشخاص عمرهم ما كان لهم مبدأ أو هدف أو رسالة. أبو أحمد البداوي علق على إكس وقال: للأسف الشديد مشاهير كان حقا عليهم استغلال نجوميتهم، ليس لنا ولكن للتاريخ ليكتب أنهم كانوا مع إخوانهم. ننتقل إلى منصة الفيسبوك. جمال حسن علق قائلا: موقف كبير من المغني المصري ويجز برفض المشاركة في إعلان بيبسي ضمن حملة المقاطعة، بينما يطفو على السطح جيل يجسد انحطاط الفن العربي. أخيرا تعليق لمحمد الرفاعي يقول فيها: هم جايبين كل الإعلانات القديمة لأنها ملكية خاصة لهم، وإعلان واحد جديد مع عمرو دياب الفنانين ما لهمش أحقية في الإعلان، العيب مع دياب بس إلا إذا عقده معهم قديم وما يقدرش يلغيه. إذا مشاهدينا، هذا أحد المتابعين يصب كل هذه التبريرات لأجل المشاهير الذين لم يظهر أحدهم حتى الآن ليوضح ظهوره في الإعلان أو يعتذر من جمهوره الغاضب. بالنسبة لكم، هل تجدون الهجوم على هؤلاء المشاهير مستحقا؟